سلام على حبيبنا. جزاك الله خير، ذكرنا بالشيخ دين رحمه الله والديكم جميعا، اسامكم الله واجركم اسامة سادتنا. السلام على المخفية قبرا والمظلومة جهرا. انت يا ابويا شربي، وانت يا ابويا زعلي. راح العز يا زهراء، انت يا ابويا شربي، وانت يا ابويا زعلي. يا ما على كتفي ويا حال تولاني، ما اوحشك من بعد لا حد يدعب. ما اقدر اسوي لك ذاك الاسد زين، لكن روايح المحبين الاساتذه ونعيد البيت وياي. انت يا ابوي شربي، وانت يا ابويا زعلي، ويا ما على كتفينا ابويا حملت ولادي. ما اوحشك من بعد لا حد يدق بالحالي. اللي يا قبر وإني بعد النبي عبد الله. أخبرتني أنني أول أهل بيت للحوق بيت، كل يوم يمضي أني قريبا منك يا أبتا. يا بنا من بعد إني أصبحت ما أنسي، ويا يا بدن بعدك إن أصبحت ما أمسي، ويومي بعد يا والدي أعظم من الأمسي. واظلم علي كوني يوم ولدت يا شهر، ظلت أنا من بعدك يا والدي محتار. يا تربة ظنيت ويلي الأذون مشايخي. شوف دائما أنت قبل إذا جاهم الهم وين الوحوش؟ عند الأبو العطوف يخاف منهم. الحسين وين راح؟ تذكر الحسين يا قلب أمنيه، وأمنيه عندك يا جدة في هذا الطريق. علمني يا جد من بلوى زماني أشتري، من أين أخذها؟ أخذها من هنا. يا تربة ضميت جسم النبي العدلاني، أسألك ما يلقى تربة ضريح الثاني. بحلف عليك بشامة، وبحلف عليك بشامة، سوي لحد وخذيني ويا البدن بجوار. لا حول ولا قوة إلا بالله مولانا العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ولا حول ولا قوة إلا بالله والمشتكى إلى الله مما جرى على ضلعة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال سويد بن غفلة لما اعتلت الزهراء التي قضت نحبها فيها زارها نساء المهاجرين والأنصار فقالوا كيف أصبحت من علمك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالت عليها السلام أصبحت والله عائفة لدنياكم قانية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم فقبحا لفلول الحج واللعب بعد الجد وقرء الصفات وصدع الخنات وخفل الآراء وجلل الأهواء لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وأن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا جرم والله لقد قلبتم ربقتها وحملتم أوقتها وشنت عليكم غارتها تجذعا وعقرا على موعد مع الخطبة لكن لا أستطيع أن أتي بها كاملها بعد أن بارك الله طول خصوصا الشيخ عالم الشيخ الله تحدث المحضرة لكنه حديث فاطمة عليه السلام. لا جرم والله لقد قلبتم ربقتها وحملتم أوقتها وشنت عليهم غارتها فجذعا وعقرا وبعدا للقوم الظالمين ويحهم أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبيب بأمر الدنيا والدين ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقم من أبي الحسن نقم منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحثه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل. وتالله لو مال وعن قبول الحجة اللائحة وزالوا عن الحجة الواضحة لردهم إليها وصار بهم عليها ولو تكافروا عن إمام نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خلق ولسار بهم سيلا سجحا لا يكلم خشاشا كلام أهل البيت لا يمل تشوف كلام أهل السلام ولسار بهم سيلا سجحا لا يكلم خشاشا يعرف علي شلون يربيهم ويربي النفوس على قدر حالها ولسار بهم سيلا سجحا لا يكلم خشاشا ولا يكلم سائره ولا يمل راكبه ولا أورد من هلا نميرا صافيا رويا فضفارا تطفح ضفتاه ولا يترى من أرجانبه ولا أصدرهم بطعنا ونصح لهم سرا وإعلانا ولم يكن يتحلى من الغنى بطائنا ولا من الدنيا بنائل غير إلى الناهل وبلغة الكافر ولبان لهم الزاهد من الرادق والصادق من الكاذب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن أخذناهم بما كانوا يكسبون والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين
ألا لو نفست وما عشت أراك تحكم عجبا وإن تعجب فعجبهم قولهم ليت شعري إلى أي رجعهم لجأوا وإلى أي سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا لبئس وعلى أي ذرية قدموا فاحتمكوا لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى ولبئس العشير بئس الظالمين بدلا استبدل والله منى بالقواد والعجز بالله فرغم المعاقص قوم يحسبون انهم يحسنون صنعا الا وانهم هم المحسنون ولكن لا يشعرون ويحهم افمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم أن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا من القعر دما عبيطا وضعافا مبيدا هناك يهلك المبتلون ويعرف التالون ربما أسس الأولون ثم طيبوا عن دنياكم نفسا وابشروا بسيف صارم وسفرة معتد غاشم وهرج دائم شامل واسترداد من الظالمين يدعو فيئكم جهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرتي لكم وانا بكم وقد عميت عليكم افنجمتموها وانتم لها كارهون نقلت النساء كلامها إلى الرجال فباعد أعداء بعض الأنصار يكلمها لو أن عليا ذكر لنا هذا قبل أن يحكم العقل ويبرم العهد لما عدلنا إلى غيره فقالت علي السلام إليكم عني فلا عذر بعد تعليمكم ولا أمر بعد تقسيم اسمحوا لي سريعا الزهرة فاطمة كلنا نعلم أنها جاءت هي لا فرق بين شخصها وشخصيتها يعني أكو ناس شخصة غير شخصيته هو كشخص غيره كشخصية وقدوة جانب القدوة من غير جانب الجانب الشخص ذاته شيء وشخصيته التي يعني تلقاها من تربية يمثل شيئا آخر غير يعني أنت الآن الإيمان ليس ذاتك ليس شخصك أنت اكتسبت الإيمان والبداية نستفيد من الشيخ أبو حسن الزهراء لا الشخص والشخصية واحد هي نور الله هم النور ذواتهم مو صفاتهم الذات نور ذواتهم نور فضلا عن أعمالهم ومواقفهم هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفا والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في ابياتهم نزل الذكر فلولاهم لم يخلق الله آدم وما كان زيد في الوجود ولا عمر ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا طلعت شمس وما أشرق البدر انظروا إليها في عظمتها أنها قد أصابها الذي أصابها وهي على فراش الموت بأبي هل ترون أنها تحدثت عن شخصها بشأن عادة المتكلم دائما إذا مهموم عند هم كبير بينما الهم الكبير أمورها الذاتية ذكرتها في خطبتها الأخرى وأنتم الآن تدعون أن لا إرثني ولا حظوة من أبي ولا رحم بيننا في هذه الخطبة ما ذكرت شيء اسم الأرض ذكرت الغاية الكبرى التي تظنها فاطمة عليه السلام غرض
صار الحديث منصبا على ماذا؟ على موقف الأمة من الإمامة وهي تخاطب نساء المهاجرين والأنصار امرأة بهذا الحال يأتيها نساء وهي في علة وتدري ماذا جرى عليها والمصاب في قلبك يا أبا يحتاج أحكي وياك وأتكلم إليك عما جرى على الزهراء بدون الشيخ القصراني عليه الرحمة ونسو دائمتني أسود بلبل حضر قلبك يا محب والاستزاد والاستبداد لمدمها سود الفضا يا ساعد الله الإمام مرتضى ولست تدري خبرا ولست تدري خبر المسمى سل صدرها سل صدرها وزالت الأسرار وأنت تراها تخاطب النساء وما ذكرت ما جرى عليه وكلامها كله ينصب في الإمامة وتعرمي في الناس بطريق الصور أفمن يهدي إلى الحق عليه والهادي إلى الحق قاسوك أبا قسم من سواك صلوا على محمد قاسوك أبا حسن من سواك وهم الكون يقاس الزام انظروا إليها كيف كان كلامها ينصب على الإمام أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكموا تكلمت عن شخصية علي وما الذي حال بينهم وما الذي نقموا منه وما الذي نقموا من أبي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وكلمة مباباته بحذفه تذكر يوم الباب والجدال ماذا قال الرجل ذكرت سحر محمد وشدال ذكرت سحر محمد وفعل علي بقريش بركلت الباب برجليك يا زهراء يقول الإمام الصادق عليه السلام بقيت جدتي فاطمة 20 يوم تنام على جنب واحد رجعي لكلمة الإمام رجعي الكلمة خليها تنادي قلبك يا محب بقيت جدتي فاطمة في قلوبهم ما ينسون ما جرى على الزهراء كان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام صاحب الأخلاق العظيمة السبت المجتبى الذي رأى ذلك الشام وأخذ يسب عليا ومع ذلك قال إذا أنت غريب إذا أنت محتاج إذا أنت كذا وإذا بذلك الشخص يهتدي بأخلاق الإمام كان أبو واحد كان الإمام الحسن عليه السلام ما يجب اسمه كان الإمام الحسن سلام الله عليه إذا رأى هبيل بوجهه قيل له يا ابن رسول الله هذا فلان ليش يجيب بوجهك عنه قال أنا أذكر يوم الدار بيته يضرب أمي فاطمة شيء من الوفاء يا علي يا أبا الحسن أنا معيدي يا أبا الحسن يكفي ما رأيت من جاري لا تحضر موتي رحمة لك يا أبا الحسن أخرج بالحسن والحسين واتبعهم واذهب إلى المسجد إلى مسجد
الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله من معها اسماء اسماء اتيني رسولي فجاءت بها بالماء فاغتسلت سيدتنا الزهراء لبست الجديد من ثيابها التفتت الى اسماء اسماء اذا ناديتيني ولم تسمعي لصوت فاعلمي انني قد لحقت بابي رسول الله يا محب اتذكر من تودع وقفت اسماء على الباب مهلت قليل دخلت الدار واذا الزهره جالسه على مصلاها رافعه كفيها الى السماء اللهم اغفر لامتي ابيك هي الشفيعه ستراها في الحشر يا محب ستراها في الحشر كيف تنقي رحمك الله يا بزري اللهم ارزقنا شفاعتها ستراها في الحشر كيف تنقي من تزكى بحبها وولاها فطمتكم بنت النبي من النار فاعرفوا فضلها بلعن عناها تقول أسماء رجعت وقفت على الباب يا محبون أتدرون أنت من تودعون تودعون سيدة النساء تودعون الزهراء المظلومة تودعون مكسورة الظل تودعون مسقطة الجنين الآن تودع الدنيا السلام عليكم ملائكة ربي هل يحضر قلبك عندها يا محب عند الاحتضار غمضت عينيها أسبلت يديها مددت رجليها فاضت النفس الصافية المقدسة بين المنادي وفاطمة وقفت أسماء فأخذت تنادي يا بنت محمد المصطفى يا ابنة من حمل الركن بأطراف الرداء يا ابنة من صلى بملائكة السماء فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى فلم تسمع لها جواب دخلت عليها الدار وإذا بها رأتها قد فارقت الدنيا أسماء تعرف الزهراء فانكبت عليها ووقعت عليها يا فاطمة أبلغي أباك مني السلام المصاب عظيم الخف جسيم الحسن والحسين عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر يا أبا محمد الحسن عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله عظم الله لك الأجر يا عقيلة الطالبين أنا بس متحسن ما راح أرفع صوت تحضر معني أمام قلبك يبكينا المصاب الحسن والحسين عادتهم إذا يوصلون خليل الدار يسمعون أن يسمعون بكاء وإذا الآن ما يسمعون بكاء ما يسمعون صوت ما يسمعون رنة شكو أبو يوسف اطرح لي هذا الشيء قال صاح سبت المصطفى ها إذا معنا ما خد الحلال ها ما تودنا يا أسماء بحالها ما تدري
ليش ما نسمع ولي لبنان؟ ان شاء الله صحت. ليش ما نسمع ولي لبنان؟ ولا نسمع ان شاء الله طابت العله. وطاب ضرب الجل لو يا اخ ما سافرت عنا وخلنا انت وش هي يصير ابو محمد لا تفاوض ترى قلبي انكسر سالمه يا ريت يبلمني حمقطن العظيم سالمه يا ريت يبلمني كلامك لا يكون فالها فال السفر وليت عبرتها تهون قال له ابو محمد قال له ابا عبد الله قال له خويا ابن الحين وبهضها بلبلته نسال الله الضلع انكسر من الزهوه الجبل وين يا ابن امي السلامه والجسر منها نحيل والضلع منها انكسر والصدر دمه يسيل ظنتي يا نور عين اليوم والليلة تشيل والأسف ما بلغت العشرين خويا من العمر قدمت لهم الطعام قالوا هل رأيتنا احنا ناكل بدون امنا اين امنا فاطمة اين امنا اين الزهراء يا اسماء قالت أنا ما أقدر أحكي دائما الإنسان اللي يحب الواحد ما يقدر يوصل له خبر من زين يقول خلي خبر غيبة ما أقدر أخبر فلان أقول له أبوك مات أو أمك ماتت ما أقدر ما أقدر هاي الزهراء وش قالت أسماء قالت أنا ما أقدر أحكي لكن يا أولاد الزهراء ها؟ ولكن يا أولادي ادخلوا روحوا دخلوا الدار وشوفوا أمكم أنا ما أقدر أتكلم صحت أسماء يا أولاد المرتضى وروح الرسول صحت أسماء يا أولاد المرتضى وروح الرسول ضعف قلبي لكم يا سادتي شكو لكن الدار ادخلوها وعاينوها للمتو وبالعجل ودوا لبعكم يا ضيع عين الخطا على الزهرة يوم دخلا على الزهرة يوم لا يرى الناس قبرها وسوت
لا يرى لها الناس مثوى أي كرسي يظلمه مثوى يا الله تقطع أعضاءك.